السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كرام، أنا سالم جديد معكم يا محمد. فيديو جديد من فيديوهات المميزة من قناة وينو كونكر. في البداية طبعا مش تعمل لايك وتشترك في القناة مع تفعيل زر الجرس. وطبعا احنا عارفين التيكيتات والضغوطات اللي احنا عملناها للشركة كبيرة جدا 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 عشان خاطر ان هم يرجعوا لنا اللعبة على قديمه. الحمد لله الموضوع التسجيل المسبق اتأجل لغاية يوم 16/1/2024، والافتتاح هيبقى 24/1 او 23/1/2024. فطبعا دلوقتي ازاي نقدر نبعت تيكت للشركة بالتفصيل الممل؟ طبعا تتابع مود جروبات وينو كونكر، طبعا هتلاقي رابطتها في الوصف، وتليجرام والديسكورد وغيره. بخصوص ان انا بس عم بتكلم بسرعة شوية عشان خاطر انا مطولش عليكم او ان انت متحسش بالملل. الرابط اول حاجة يا جماعة بتاع التيكت هتلاقيه في الوصف، بندوس على كاستمر سيرفيس لو انت عايز تخش موقع اللعبة، وطبعا نعمل ساين ان نسجل وارجع لكم تاني. انت اهم حاجه بتكون تعمل تيكت او تكون يعني انت لو مثلا لو انت معكش اكونت ولا حاجه تقدر تعمل اكونت جديد عادي وتبعت بيه تيكت. طيب انا كنت بعت تيكت كده من قيمه النهارده الصبح، طبعا بقول لهم يا اخوانا والله انا عايز اعرف السيرفر هيجي امتى. فبيقول لك مثلا ان السيرفر المتوقع تسجيل المسبق بتاعه يوم 16 عشان هيحصل فيه تغييرات كتيره جدا. فمعنى كده يا جماعه ان صوتنا واصل، صوتنا واصل، انضموا للجروب وينو كونكر كلاسيك وتفاعلوا كويس جدا عشان خاطر ان انت هنقدر ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه. طيب احنا دلوقتي عايزين نبعت تيكت من خلال سبميت تيكت، بندوس على اذرز، تنكتب تيكت كده بالوايم هالو اباوت كلاسيك سيرفر مثلا اي وونت تو سي وي لاف اولد كونكر اونلاين. انا بقول لهم مثلا بخصوص كلاسيك سيرفر، فاحنا من يعني بالنسبه لي انا كل واحد يتكلم بصيغته هو مش بصيغة الجمع. انا اي لاف بدل وي، خليها اي بدل وي، معلش سوري، وهكتب لكم الصيغه دي. لو في صيغه احسن برضو هكتبها لكم في التعليقات. فاهمين ازاي؟ انا مش بيرفكت في الانجليزي يعني، بس على قدي. اي لاف اولد كونكر لاين، اي مين اباوت بيور كونكر لاين، بيور كلاسيك، يعني بقول لهم الكلاسيك خالص يعني. فاهمين ازاي؟ لايك اولد ويبنز بليد سورد كلاب and other without anima and any new system for like conquer now. احسن بقوله والله انا عايز يكون القديم خالص زي القديم، الاسلحة القديمة blade sword club and others يعني وغيره. بقول لهم كمان من غير انيما، من غير السيستمات الجديده زي بتاعت كونكر دلوقتي. بقول لهم مثلا يو نو اف تيك يو جيمنج، هي نت دراجون نت دراجون نت دراجون نت دراجون نت دراجون ميك جيم لايك بيور كلاسيك سي او a lot of players will back. I mean old players rally back. Please make it like 2008. No more updates or anything other like now. والله والله العظيم احنا يا اخوانا لو انتوا عملتوا السيرفر ده احنا اللعيبه القديمه كلها هترجع، ويبقى الموضوع ممتع جدا جدا جدا. تمام، وكمان عايزينه زي 2008 لايك يعني اولد كلاس زي نينجا ارشر تروجان وورير اند تويست. تمام، حلو جدا. كمان ممكن نقول عنه اند ميك دي بي او دراغون بول اكتشينج ويز 215 سبيس لايك اول تايم. بقول له والله انت كمان ممكن ترجع دراجون بول ان هي بتتغير ب 215 سبيس زي النظام القديم. Just focus about to back old conquer online to life. والله تروحوا مركزوا او تركزوا على ان انتوا ترجعوا الكونكر القديمة للحياة من جديد. تراست مي، مثلا دلوقتي هو دلوقتي تقريبا اللي بيفتحوا في السيرفرات كلها بتاعت 900 واحد 1000 واحد او قول مثلا 2000 واحد في اليوم. You will get
لايك مثلا meet key players online every day in this server. Trust me, I have a group classic, a lot of players waiting. بقول له والله يعني انا صدقني ان انا معايا جروب كلاسيك نيم وي نو كونكر كلاسيك, وده اسمه وي نو كونكر كلاسيك ان فيسبوك اند بيج all waiting pure our classic game like 20 no new man starts our مثلا. بقول له والله كله مستني من الجروبات عندي وكده والصفحة كلنا مستنيين الكلاسيك القديمة. no new man starts design just back old monsters NPCs town market and everything back again with subtle and phonic like before. طبعا هيكون في حصان وكده فنفس الفكرة. then and remove prestige system wardrobe. طبعا انا طولت معاكم معلش. دي يا جماعه في سيستم اللي هو بيقول لك مين التوب لاعب مثلا, الورد روب الكلام ده كله. ديزاين ويبنز الديزاين بتاع الديزاين بتاع عفوا اللي هو انا جبت ديزاين روحي غلط. الديزاين بتاع الاسلحه القديمه ميك ات لايك 2008 رجعوها للقديمه. بس يعني انا كتبت كتير طبعا الكلام ده ممكن يتعدل, حد يعمل لنا صيغة أفضل بكتير جدا جدا جدا. طبعا أنا رغيت كتير وآسف أنا طولت عليكم, بس والله أنا حابب إن اللعبة ترجع للنظام الكلاسيك حرفيا. تمام أنا عارف ممكن يكون الإنجليزي بتاعي سيء بجد مش هزار, بس على قد يعني على الأقل بس إيه توصل لهم الفكرة. أنا ما عنديش مشاكل, عندك صيغة أحلى نزلها في التعليقات وهناخدها كلنا والله العظيم. بس إحنا يا إخوانا عشان نرجع للنظام القديم صوتنا مسموع, لدرجة إن هم أجلوا الحجز السيرفر الجديد لغاية يوم 16, والسيرفر الجديد هينزل يوم 24 أو 23. فمعنى كده إن إحنا صوتنا مسموع, قدرة الضغوط عليهم بالتكتات والكلام ده كله هيعملوا اللي هم عايزينه. على فكرة هيقدروا يستفادوا خلي بالك من الايتمات اللي بتتباع من غيره من غيره من غيره, لكن حوار الانيما حوار السول and remove soul b7 or anything make classic conquer like CO now. اي حاجة كمان يعني تحذفها من كلاسيك كونكر عشان ما تبقاش شبه كونكر ناو بليز. ارجوكم او ارجوك we are old players CO from 25 to like 2010 and a lot is gone after updates. طب والله احنا مثلا لعيبه من 2005 لغايه 2000, خلينا لغايه 2000 مثلا 13 مثلا 2014 تمام. بعد كده after updates please we need to back childhood, عايزين نرجع الطفوله بتاعتنا من تاني. بس كده نعمل لهم قلب في الاخر تمام. بعد كده بندوس على submit وكده بعتنا التيكت والحمد لله تمام. كان معكم يا محمد من فيديوهات كونكر اونلاين. انا اسف جدا طولت عليكم في التيكت, بس والله انا بجد من محبين الكلاسيك حرفيا ونرجع لقديمه, لان انا والله لحد دلوقتي انا بلعب العاديه بس انا بطلتها يعني انا ماسك في شرحتها والكلام ده كله, بس انا حرفيا بطلتها. انضم مجموعه جروبات وين كونكر كلاسيك وغيره, لو خلي بالك كمان هنا في جروب اسمه ثغرات كونكر اونلاين, لو انت عايز تعرف كل جديد في الثغرات والكلام ده اسمع مني انضم لي, وان شاء الله اي ثغره تنزل في كونكر اونلاين هنعملها. لازم نقف بيد بيد يا جماعه مع بعضينا عشان نقدر نظبط الكلام ده. اشوفكم على خير والسلام عليكم.